مرحبا بكم. دونك باش نكملوا وين وقفنا قبيله في الجيت ستاش، ونفس السيناريو اللي باش نكملوا به باش نعملوا جيت ستاش ديفيشي نتاعنا، وباش نعملوا دي زوبسيون اخرين في الجيت ستاش نتعلموهم بالكدا بالكدا باش نكونوا قويين في الكود وقويين في الكوماند لاين مع الجيت والجيت هاب. خليكم معانا. نعملو كلير باش تظهر بالكدا، نقولو جيت ستاش ليست. دونك معنيش ليست جيت ستاش ليست فارغ، دونك نعملو دي فيشي بار اكزومبل تاتش اكس بوان تي اكس تي هكاك. دونك نعملو تاتش ام بوان تي اكس تي. دونك نشوفو جيت ستاتو ستاتوس. دونك كتبناها بالغلط ستاتو. فوالا عنا ام والاكس. دونك كالعادة نعملو جيت اد تزيدو. دونك بعد ما تزيدو نشوفوهم جيت ستاتو. فوالا عنا دو فيشي. شنو نعملو لهم توا؟ قلنا نعملو لهم جيت ستاش. جيت ستاش قال لي سيفد وركينج دايركتوري. دونك باش نمشي نقولو جيت ستاش ليست باش يعطيني لي دو فيشي هذوكم. بون توا احنا عملنا ريفيزيون للفيديو اللي فات، دونك مريقلين فاهمين كل شيء. ستاش شنو؟ كل شيء ستاش هو صندوق نخبيو فيه. اما السؤال توا، هل كي نعملو ان فيشي واحد اخر touch f par exemple point txt ونقولو git add كالعادة f point txt. دونك git statue باش يقولي f point txt. نعمل clear وباش نقولو git stash. زعما ال git stash فوالا، زعما توا باش يخبيهم مع لي دو فيشي الاخرين ولا باش يخبيهم في فيشي واحد؟ خلينا نشوف. نعملو جيت ستاش ليست جيت ستاش ليست زيدهم في صندوق اخر، معناه خذا الجيت. كي نعمل جيت ستاش ياخذ اللي موجود ويحطه في صندوق ويخبيه في صندوق، ولا كي نزيد ناخذ جيت ستاش واحده اخرى يبدا في شيء جديد يخبيه في صندوق وحده. الور هو جيت ستاش يخدم منظم اموره واضحه باش نزيدو نتستيو بان اوتر فيشي اللي هو مثلا نقولو هاش بوان، علاش هاش؟ نقولو ام او ان بوان تي اكس تي باش نقولو له جيت اد كيف كيف ام او ان دو تي اكس تي، ونقولو له جيت ستاش. الو سيف دايركتوري، نرجعو جيت ستاش ليست. فوالا باش يولي عندنا كيما التابلو كيما لي كاز هو يخبي فيهم. فوالا وباش يقولنا راهو جيت ستاش زيرو اللي هو حاجة عندنا حاجة عندنا حاجة ودو عندنا حاجة. اما الحاجة هذيك ما نعرفوهاش نحنا شنو. دونك هو هنا يجينيري في ميساج بار ديفو. فوالا يعطيك اي دي ويجينيري ميساج بار ديفو، باش ما عادش يجينيري ميساج بار ديفو. دونك نقولوا له احنا خنخرجوا احنا جيت ستاش بوب. جيت ستاش بوب اللي هو يخرج لنا اخر حاجه اللي هي ام او ان بوينت اكس تي، وباش نعاودوا نرجعوها. اما ماهوش بميساج نتاعو هو، مش بالميساج كان تشوفوا لهنا جيت ستاش ليست ولا عنده دوك هاو زيرو باش نرجعوا ستاش بميساج منا احنا. دونك فما كوموند اسمها جيت ستاش جيت ستاش جيت ستاش سيف، ونعطيه الميساج متاعنا this is my file mon. دونك كي باش نحط كومنتير على فيشي باش نخبيه ولا حاجة، كي يبدأ عندي ان ليست
مخبي فيها برشا دي استعمل فيها برشا دي ستاج على دي ستاج على برشا دي فيشي. دونك كي باش نحط انا الكومونتير ما نخليوش جينيري كومونتير بار ديفو، نعرف انا وفيشي هذا شنو مازال فيه، شنو مازال ما كملش، شنو كذا، هذيك خدمتي انا اللي مخبيه. دونك هذا الكومونتير فاش ينفع. دونك نقولوا جيت ستاج سيف ونحط الميساج نتاعي وننزل اونتري سيفد وركينج، نرجعوا جيت ستاج ليست. Voilà, voilà, باش يجي يقول لي this is my file MON، دونك اللي هو عملته انا. دونك وجيت توا باش نشوفوا لا ديفيرونس اونتر جيت ستاج بوب وجيت ستاج ابلاي. دونك يلا نشوفوا مع بعضنا لا ديفيرونس اونتر جيت ستاج بوب. دونك جيت ستاج بوب اوكي خرج لنا ام او ان. اش معناها؟ معناها جيت ستاج بوب ديما يخرج لنا اخر حاجه صارت، ديما اخر ديفيشي تخبيه اخر هنا داتا تسجلت يخرجها جيت ستاش بوب. كي باش نرجعو جيت ستاش ليست بالطبيعه باش نلقاو كان زيرو ولا ان ب، نعاودو نرجعو الفيشي هذاك بجيت ستاش سيف، نرجعوه لبلاستو نتاكدو جيت ستاش ليست رجع لبلاستو بنفس الميساج. توا باش نقولولو جيت ستاش ابلاي ابلاي نشوفو شنو تعمل. فوالا قال لي رجع لي زادة اخر حاجة عملتها اخر داتا مشيت في الستاش. اما ترى نشوفوا مع بعضنا جيت ستاش ليست شنو بساعتين. جيت ستاش ليست ما خرجوش من جيت ستاش ليست، دونك ياخذ كوبي ويرجعوا لي في الوركينج دايركتوري كان نعمل ls باش نلقى الام او ان دوت تي اكس تي. هو فوالا باش نلقاه موجود. دونك خلينا نتفاهموا في الجيت ستاش بوب والجيت ستاش ليس والجيت ستاش ابلاي. الابلاي ياخذ كوبي من ستاش ويجيبها يرجعها، والبوب ياخذ ديما اخر حاجه ويرجعها. دونك هذايا الفرق ما بيناتهم. دونك كان نحاولوا نعملوا جيت كوميت مو ام my file stash اوكي. دونك فايل كوميتد نقولو له جيت بوش يو لوريجين والماستر تاك باش يطلب علينا نورمالمون الكلي بوبليك. نستناو شويه فوالا اوكي عملنا بوش للخدمه امورنا واضحه نورمالمون وجاونا باهي. دونك باش نتعديو مع بعضنا. دونك فما حاجة اللي هي غريبة شوية، دونك اللي هو ديما ياخذ آخر حاجة سواء في البوب ولا في الابلاي. دونك ما فماش اون ميثود هكا باش ناخذ اللي نحب عليه. دونك كي باش نرجع جيت ستاش ليست باش نلقى الزيرو والان والدو، ما فماش نحب ناخذ انا ابلاي ولا بوب من من اللي نحب عليه هنا ما يجيبليش اخر ديما اخر داتا. النجم دونك بلا كوموند جيت ستاش بار اكزومبل بوب ولا ابلاي زوز ينفعوا. شنو هو ليدونتيفيون نتاع اللي نحب عليه انا؟ دونك كيما نقولوا احنا باش ناخذوا هذايا ليدونتيفيون نتاعو باش نقولوا ستاش الت حلو لاكولاد ونقولوا له ليدونتيفيون نتاعو ان. فوالا باش نعمل بوب للان كهو واش نخلي زوز نورمالمون. فوالا اونتري باش يقول لي اف دوت تي اكس تي خرج. باش نعمل كالعاده جيت كوميت مو ام ذيس از ماي سيكند ستاش اوكي كوميتي الخدمة باش نقولو بوش لوريجين والماستر. دونك كيما تشوفو باش ندخل الباسورد نتاعنا فوالا هاكا عمل كوميت امورنا واضحة. شفنا كيفاش نجيبو بالاي دي وشفنا كيفاش البوب والابلاي كيفاش نوصلو لا ميم نومنكلاتور. دونك لهنا
كي باش نعملو بوب هي بيدها ابلاي وديما نحطو ديما نحطو ليدونتيفيون بتاعو مع اي كوموند معناها لا ميم هي بيدها دونك توا باش نشوفو كيفاش نفسخو من ستاج عنا جيت ستاج ليست خنرجعو ساعة جيت ستاج ليست فوالا عنا زوز في الجيت ستاج ليست كيفاش نفسخو من الستاج نعملو لا كوموند جيت ستاج كالعادة لهي بوب ولهي ابلاي باش تكون جيت ستاش دروب اوكي جيت ستاش دروب شنو نحبو نفسخو سي تعلمنا تو كيفاش نجيبو الاي دي نقولو باش نفسخو هذا ام او ان فايل هذا اللي الاي دي نتاعو زيرو دونك كان خليها كيكا ياخذها بار ديفو هي خاطر اخر حاجه اما انا نحب نحطها بالاي دي نتاعها دونك الت سامحوني الت زيرو فوالا يقول لي دروبت ستاش دونك نرجع كي نرجع جيت ستاش ليست باش نلقى واحده بركه سي نورمال باش نلقى واحده بركه دونك فما رمارك تريز امبورطون اللي هي كان نفسخ انا نعمل دروب من جيت ستاش راي تمشي ما عادش نلقاها لا في الوركينج دايركتوري ولا في ستاش دونك كاين يعمل دروب هي دروب اسمها على جسمه واللي قارين لي سكويل والماي سكويل واللي كوموند سكويل يعرفوا شنو معناها دروب وشنو معناها الخطوره نتاع لا كوموند دروب اللي هي تفسخ كومبليتمون دونك كي نعملوا دروب من ستاش من الصندوق اللي مخبين فيه دونك راهو يمشي كل شيء دونك عندنا كوموند اخرى حلوه برشا اللي هي اسمها جيت ستاش شو جيت ستاش شو اوكي باش يقول لي جيت ستاش شو شنو هو كيما نقولوا احنا الجيت ستاتو نتاعنا نحن الجيت ستاتو نتاعنا نحن في الوركينج دايركتوري في الجيت ستاش هي اسمها جيت ستاش شو باش يقول لك الام بوينت اكس تي الاكس بوينت اكس تي ودو فايل تشينجد ويعطيك لا بوزيسيونمون اللي انت فيه دونك نعمل كلير تعلمنا جيت ستاش شو وكيف كيف باش نشوفو معناها الحاله نتاع ان فيشي واحد باش نقولوا له نرجع جيت ستاش ليست جيت ستاش ليست دونك نقولوا له جيت ستاش شو دونك ستاش ات شنو عندنا نحنا عندنا كان زيرو دونك باش نشوفو الحاله نتاع الفيشي هذيا اكهاو دونك نزلو اونتري باش يخرج لنا كيف كيف اللي شنو البوزيشن مو نتاعنا توا بالاي دي ما عادش هكاك بلاش دونك كيف كيف الحكايه دونك هكايه النجم نكونوا مع بعضنا تعلمنا برشا حاجات في الجيت ستاش وسكرناه براتيكمون جيت ستاش ولي كوموند نتاعو ماهوش صعيب ساهل اما يعاوننا برشا في الخدمه في الجيت باش تبدا عنا حاجه مانيش حاضرين باش نطلعوها على الريموت ريبو دونك خليوها عنا ونحافظوا عليها وكيفاش نكومونتيوها وكيفاش ننظموها وكيفاش نوصلوا لها وكل شيء قريناه دونك انا باش نعطيكم لا ديرنيير كوموند اللي هي مثلا في حاله ما اذا انت باش تفسخ الستاش نتاعك الكل وباش ترتاح منه دونك تقول له جيت ستاش كلير تك يرتحك من الستاش نتاعك الكل وقلت انا اللي هي معناها رمارك تريز امبورطون اللي كي تفسخ من الستاش راك ما عادش تلقى حتى شيء دونك مشي ما عادش يرجع لك حتى شيء كي باش نعاود نقول له جيت ستاش ليست باش يقول لي ما فما حتى ليست على خاطرني عملت جيت ستاش كلير ان شاء الله نكون وفقت باش نفهموا مع بعضنا الجيت ستاش عملتها على دو بارتي على خاطرها طويله شويه اما نتصورها سي با ديفيسيل معناها ان شاء الله نكون وفقت باش نفهموا جيت ستاش بالكدا اللي باش توفر علينا كيف كيف برشا ديزافونتاج باش نجمو نخدمو الكوموند لاين وباش نجمو نفهموا الجيت اكثر واكثر وان شاء الله نلقاكم في فيديوهات اخرين خليكم معانا.